يعني بصراحة ما يحدث خلال هذه الفترة أعتقد أنه هو شيء جيد جدا. كل جمهور النادي الأهلي ملتف حوالين قناته، ملتف حوالين فرقته، ملتف حوالين جهازه الفني، لأنه كل الفترة القادمة لا تحتاج إلا لشيء واحد فقط، هو الدعم، ونقف في ظهر فرقتنا مهما كانت النتائج ومهما كانت الأمور. ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونرجع بكرة ربنا يكرمنا في هذه المباراة ونشوف إيه اللي هيحصل فيها. أنا ما أقدرش أقول لحضراتكم مين اللي هيكسب بكرة، ولكن أقدر أقول لحضراتكم فنيا ولما نيجي نبص على الورق هنقول أن الريال مدريد أقرب للفوز في هذه المباراة من الناحية الفنية ومن الناحية الواقعية، لكن كرة القدم فيها كل شيء، فخلينا ننتظر لبكره ايه اللي هيحصل، وبعد كده ان شاء الله نشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، وبعد المباراه بقى بكره نتكلم اكتر واكتر ان شاء الله. يا كابتن هاني، لو عندنا يا شباب، لو عندنا الحاجه الخاصه بفريق ريال مدريد تحطها لنا على الشاشه برضو، لانه عايزين نقول للناس ان احنا بنلعب واحد من افضل واكبر واهم الفرق في العالم. طيب. مهما كانت الغيابات ومهما كانت الاصابات، لانه انا شايف ان في ناس مركزه على غياب بنزيما وغياب كورتوا وغياب بقيه اللعبة. انا من امبارح يا كابتن بقول لك ان يعني في بعض الناس بيحاولوا ده تدريب يا كابتن هاني، واحنا بنتكلم ده تدريب ريال مدريد النهارده في المغرب. ده طبعا في المغرب النهارده الصبح، وشايفين كمان يعني في جديه، يعني انت ما بتتكلمش على فريق جاي يهزر، يعني ده فريق كبير عارف قيمه اسم ريال مدريد قد ايه. وزي ما بنقول من امبارح بعض الناس بتحاول تقلل من حجم ريال مدريد بغيابات، مش ممكن يعني كلام يعني غير مقنع، يعني حاجات الواحد بيشوفها، يعني الامور طبعا يعني لازم تتحط. التمرين بيضربوا بعض يعني؟ لا، ما هو ما فيش هزار يا كابتن، مش بيضربوا يعني، ولكن لا جديه في التمرين، ما فيش هزار في التمرين، يعني تحس يعني ده البروفيشنال. هم على فكره ده طبيعه تدريبهم، ولكن اللي بيوصل ان ريال مدريد ممكن جدا يكون عنده بعض الغيابات هتاثر او مش هتاثر، الكلام ده يعني خلينا نقول ان مارسيل كولر نفسه الراجل المدير الفني بيقول ان المباراه صعبه جدا جدا، وهيكون من الشيء يعني من الخيال على لسان كولر ان احنا نكسب، ولكن وليه لا، عندنا طموحات، عندنا امال، وبالتالي ليه لا، ممكن جدا ان شاء الله باذن الله نحقق المعجزه، لكن على الورق وعلى الطبيعي واللوجيك ان طبعا ريال مدريد الاقرب للفوز. يعني بالمناسبه الحاجات دي مش هتشوفوها غير على شاشه قناه النادي الاهلي او شاشه اوروبيه بقى، يعني لانه في النهايه اللي حضراتكم شايفينه ده يا اما هتشوفوه على قناه الاهلي يا اما على قناه ريال مدريد. يعني مش هتشوفوا تمرين او طبعا اي قناه اوروبيه بقى واخده الحقوق دي، يعني لانه زي ما حضراتكم عارفين دي حقوق بتبقى يعني غاليه جدا جدا جدا، ولكن مفيش حاجه تغلى الحقيقه على جمهور النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم اسم النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا، بمجرد ان تم التواصل مع اداره المسؤولين عن قناه ريال مدريد، الحقيقه كانت الاجابه سريعه، وكانت يعني طبعا دائما تكون الاجابه فيما يخص شعار النادي الاهلي بتكون الاجابه دائما بالايجاب، او ان احنا يشرفنا التواجد او الموافقه على هذه الشراكه المحترمه ما بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد. في شك شراكه جيده جدا، وزي احنا بنشوف يمكن قليل قوي يعني من النادر انك اي قناه في مصر تتعاقد مع قنوات هناك على مستوى البايرن على مستوى ريال مدريد، لان زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام هي مكلفه جدا، ولكن كمان اسم النادي بيفرق. اسم النادي الاهلي بيفرق بشكل كبير جدا، وطبعا هم عارفين النادي الاهلي هو يعني المنافس على في نصف النهائي، وبالتالي كان التعاون واضح جدا والموافقه كانت سريعه جدا من جانب طبعا مع ريال مدريد. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقاءات حصريه، دي التدريب النهارده الصبح لفريق ريال مدريد، يتسم زي ما انتم شايفين الجديه والصرامه يعني، وكمان بنتكلم على لعيبه كبار موجودين ايا كانت الغيابات ايه، ولكن مباراه بكره ان شاء الله مباراه للتاريخ باذن الله، كلنا منتظرينها وكلنا في ظهر فرقتنا ان شاء الله، وباذن الله يعني يا رب نحقق المستحيل ان شاء الله. يا رب.